برعاية وحضور السيدة أسماء الأسد، تخريج 33 طالباً من طلاب البرامج الأكاديمية لهيئة التميز والإبداع. القضاء على عشرات الإرهابيين في ضربات للجيش على محاور عدة. روسيا تدعو تركيا إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات تقوض الوضع في سوريا، ولقاء بين لافروف وكيري غدا في جنيف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم إلى هذه الساعة الإخبارية. برعاية السيدة أسماء الأسد، تخريج دفعة عام 2016 من البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع. تفاصيل أكثر في تقرير سلمى عوضي. هم من كانوا نماذج مبدعة، رسموا أحلامهم بأقلام التفوق وحملوا بين يديهم مفاتيح المستقبل. إنهم خريجو دفعة عام 2016 للبرامج الأكاديمية، فليتفضلوا مشكورين. صراحة هالشعور ما بينوصف، إنه أكبر شعور بالفرح، أكبر شعور بالحب والطموح، يعني طموح دائم عنا. تخرجت الأول هون ما انتهى شيء، بس رح ضل بكفي بكل قوة بكل عزيمة. كانت رعاية السيدة أسماء مباشرة، وكانت رعاية مستمرة ودائمة لإلنا بكل خطوة عم نخطوها. لولا دعمها لإلنا النفسي والمعنى ونحن ما كنا قدرنا نوصل للي نحن فيه هلا. الاسم صار كتير كبير والمسؤولية كتير كبيرة، وأملنا اليوم إنه الفرحة هي مع أهلنا، مع رفقاتنا، مع أساتذتنا، كل الناس اللي بنحبهم موجودين هون، هن شركائنا بكل شيء، شركاء المستقبل. ومثل ما شعارنا بهذا الحفل، وهون البداية، حتكون هون البداية للانطلاقة نحو المستقبل اللي بدنا اياه. فرحتنا بهذا اليوم كتير كبيرة، هي فرحة مو بس فرحتي لحالي، فرحة 33 أخ عشنا معهم 7 سنين، وإن شاء الله مكملين سوا كلياتنا. وألف مبروك لألو ولرفقات ولزملاء، وتعبوا كتير بيستحقون هذا التتويج. إن شاء الله بيكملوا وبيبيضوا لنا وجهنا أكثر وأكثر، ونشكر السيدة الأولى على الرعاية اللي قدمت لهم إياها. شعور مثل لما انك زارعه ورده وهلا عم تشمي ريحتها، هلا عم تقطفيها. تصوري قديش يعني الوحده بتكون فرحانه وقت اللي بتشوف ابنها بدارج التفوق هيك، يعني بتحس كانه مالك الدنيا كلها. نحن قدراتنا ما في اكبر منها بالعالم. هناك وعلى درب مستقبلهم من امن بالتميز ضمن هيئه عملت لان تكون بيتا ثاني، راحت كل خطوه للوصول نحو بريق الفرح بل نجاح. استطاعوا أنهم ينجزوا دراستهم بظروف استثنائية، يعني خليني أقول فترة الدراسة 4 سنوات، إذن هن بدوا دراستهم مع بداية الأزمة، وهن أنجزوا دراستهم بتميز رائع، بتميز كبير، بتميز يعني استدعى هذا التميز أن يكون لهم هذا التكريم الذي يليق بهم. وبحضور راعية التميز والإبداع السيدة أسماء الأسد، حملوا بين أيديهم ثمرة نجاحهم ليكونوا بناة غدا أفضل لسوريا. وفي نهاية الحفل أدلت السيدة أسماء الأسد بتصريح خاص لوسائل الأعلام الوطنية. نحن قبل ما يحكوا من بعد إذنك ستنا، حابين ناخذ من حضرتك تصريح صغير ممكن على الطلاب المتميزين. يعني نحن دائما عم نشوفك في اهتمام بعدة ملفات، لكن ملف المتميزين حضرتك عم تهتمي فيه وفي لك حضور واضح ومستمر ودعم دائما. ليش ملف المتميزين ورغم كل الظروف ما زال مستمر والدعم له مستمر؟ ومين برأي الست متميز؟ أولا خلينا نحط الأمور على نصاب قريش. وقت منقول تميز، ما ممكن يكون في تميز بدون ما يكون في تفوق، والتفوق ما ممكن يكون في تفوق إذا ما في عملية تعليمية كاملة متكاملة مع بعض البعض. فاهتمامي بالتميز هو جزء مكمل اهتمامي بالتفوق وبالعملية التعليمية ككل. هي أول نقطة. النقطة الثانية، شو الفرق بين المتميز والمتفوق؟ وهذا السؤال ده من أنا بسأله أو بسألوني إياه. خليني أحاول بسط لك يا شوي. المتفوق هو مواطن فاعل، منتج، مجتهد، حريص على علمه، على معرفته، على المعرفة، تحصيل المعرفة له. المتميز هو كل هدول
ولكن هو أكثر قدرة على تطوير الوطن، أكثر قدرة على الإبداع، على الابتكار، أكثر قدرة على إيجاد الحلول للمشاكل اللي بيعاني منها مجتمعه، وبالتالي هو مطور للمجتمع ولوطنه وليس فقط فاعل إيجابي فيه. كمان يعني على مدى 5 سنين المشروع بعده مستمر وعم يتطور وعم يكون في دعم له رغم كل الظروف. نحكي شوي اليوم يعني ليش المتميزين مثل ما ذكرنا، وخاصة هلأ الطلاب يمكن هنا متوجهين بعد تخرجهم لروسيا، ليش روسيا بالتحديد؟ وكمان في كتير عالم يمكن هلأ عم يقولوا انه هلأ وقت تميز ومتميزين وتحصيل علمي وإبداع، شو بتقولي حضرتك؟ هلأ سألتيني كذا سؤال بهذا السؤال بس قبل ما جاوبك رح ارجع على النقطه اللي السؤال الاول اللي ذكرتيني اياه، انه مين هن المتميزين. فاكيد حوالي نموذج مالهم وحيدين، اكيد سوريا قادره تنتج اكثر من هيك بكثير وموجودين بالبلد، ولكن هن نموذج فساليهم هن كمان عن التميز. هي بس الرجوع لورا شوي، هلا سالتيني كذا سؤال. اليوم رايحين بعد تخرجهم على روسيا، ليش روسيا بالتحديد؟ وكنا عم نحكي انه بوقتنا هلا يمكن في كثير اشخاص عم يقولوا انه هلا وقت تميز وابداع وتحصيل علمي. طيب من البدايات التوجه للمشروع كان واضح من قبل الدولة ومرسوم بملامحه العريضة، وهذا التوجه والدعم مستمر وما تغير، وخاصة أنه وقت بنرسم توجه على مستوى وطن بنرسمه ليستمر بالرغم من الظروف أو المصاعب، ما بنرسمه ليتنفذ حسب الظرف أو حسب الحالة، وخاصة المشاريع مثل هذا اللي هي إلى دور كبير أو إلى دور مطلوب منا تساهم بتطوير سوريا وتقدمها. هي أول نقطة. هلأ النقطة الثانية، أنت سألتيني على ليش روسيا، ما هيك؟ رح أرجعك شوي لأكثر من 10 سنين لزيارتنا الرسمية اللي عملناها لموسكو بال2005. بهالزيارة واحدة من الأهداف كانت الاطلاع على تجربتهم على المشروع التميز اللي عندهم إياه، وهو مشروع ناجح وغني. وبهالزيارة كان في كمان اطلاع على مركز التميز اللي موجود عندهم. فالحقيقة من هذاك الوقت الأصدقاء الروس مشكورين كانوا موجودين معنا بتطوير التجربة تبعنا، أرسلوا الخبراء، ساعدوا بتطوير المعايير والأسس، دربوا الكوادر اللي موجودة. فبالتالي المنح اللي تقدمت للطلاب اليوم هي استمرار لهذا التعاون القديم الجديد بين روسيا وسوريا. كمان يعني كنا عم نسأل حضرتك أمور تتعلق بالشأن العام، رح نسأل شوي عن العائلة. يعني شفنا الأطفال موجودين بأكثر من مناسبة علمية، وشفنا حافز بالأولمبياد العلمي السوري، لكن تواجدهم مع زياراتكم للجرحى شو سببه؟ لألك شغلي، كل المجالات بالحياة بترتكز على قاعدة أساسية هي انتماء للوطن. الموظف إذا ما كان بيأمن بالوطن ما حيخدم المواطن. الجندي إذا ما كان بيأمن بوطنه ما حيدافع عن الشعب. وكذلك الطبيب والمهندس والعامل وغيرهم. نفس الشيء للطالب، مستحيل وما بيصير يكون هدفه الأساسي هو فقط تحصيله العلمي أو الشهادة أو ما بيصير. هدول وسائل ليساعدوه ليستمر وليعطي. لهذا السبب لذلك أكثر شيء أنا بحاول ركز عليه كأم مع أولادي هو أنه يحبوا سوريا. هذا الحب يتمثل بداية باحترام الناس وخاصة الكبار، بيتمثل بالتمسك بالتنوع الغني اللي موجود بالمجتمع، بيتمثل بالتقدير للتضحيات الكبيرة اللي تقدمت من قبل كثير من الناس بهذا الحرب بهالحرب، وصولا لليقين يمكن، وزرع عندهم القناعة الكاملة انه مستقبلهم وامانهم بيتحقق من خلال مستقبل الوطن وامانه. فبالتالي يعني اذا الوطن بخير هن اللي حيكونوا بخير، واذا الوطن موجوع فهن موجوعين، ولهذا السبب هن كانوا موجودين معنا بهذيك الزيارة. أنا بدي أشكرك كتير سبنا، شكرا كتير لهاللقاء. شكرا وسهلا. بس أنا يمكن عبرك، بس هو الحقيقة الكلمة للطلاب الخريجين اليوم
كتير يمكن قالوا لهم عطوهم نصائح ورسائل وحملوهم مسؤوليات كبيرة، وأنا على المسرح حسيتهم أنه هن حاملين هم كبير الحقيقة. بس نحن ما ننسى أنه أنتوا طالعين بعد كم يوم لروسيا سفراء لبلدكم، سفراء لسوريا، سوريا الحضارة، سوريا الانفتاح، سوريا العلم، سوريا المعرفة، هي هي سوريا الحقيقية. فبدياكم تطلعوا راسكم مرفوع واثقين بحالكم واثقين بالدولة اللي بعتتكم، ومن هلأ عم تفكروا كيف بدكم تساهموا بالتطوير المجتمع وتطوير سوريا. فبتمنى لكم كل التوفيق، أنا إيماني فيكم كتير كبير وبانتظاركم إن شاء الله. إلى تطورات الميدان، وفي أحدث التطورات أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على قرية خربت الحجامة جنوب غرب طيبة الإمام في ريف حماس الشمالي، كما قضت وحدات من الجيش على أكثر من 150 إرهابيا جنوب شرق معردس بالريف الشمالي أيضا. وفي ريف حمص تدمير منصة إطلاق صواريخ للتنظيمات الإرهابية والقضاء على أعداد من أفرادها في قرية تير معلى، فيما دمرت وحدة من الجيش عربتي دفع رباعي ومستودع ذخيرة وقضت على 15 إرهابيا في محيط الكلية الجوية في ريف حلب. تقرير نادية الجنداوي. الجيش العربي السوري يوقع قتلى في صفوف التنظيمات التكفيرية ويدمر آلياتهم في غارات مركزة للطيران الحربي على أوكارهم في الريفين الشمالي والشرقي لحلب. تركزت الغارات على مقر الإرهابيين في مزارع الملاح وحيان وعندان ومعارة الأرتيق ومحيط الكلية الجوية. وفي جنوب حلب نفذ سلاح الجو طلعات على بؤر لإرهابي جيش الفتح في منطقة الراموسة وكرم الدادة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. وإلى ريف حمص حيث أدت الضربات الجوية إلى إيقاع عدد كبير من إرهابي تنظيم داعش بين قتيل ومصاب في محيط حقلي شاعر وجزل وشرق قرية أراك وغرب المحطة الثالثة وفي قرية حويسيس بريف تدمر الشرقي. تجمعات ومحاور تحرك إرهابي ما يسمى جيش الفتح في ريف حماس الشمالي تلقت ضربات قاسمة دمرت من خلالها وحدات الجيش مقرات ودبابات لهم وعربات مدرعة في ثوران وشمال معان وطيبة الإمام وعطشان وشمال تل بزام وسكيك وتلة الناصرية وخربة الحجامة. ضربات الطيران الحربي على مواقع وتجمعات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية معر دبسي في منطقة سراقب بريف إدلب أسفرت أيضا عن تدمير عدد من آليات الإرهابيين ومقراتهم ومقتل العديد من الإرهابيين داخلها. في غضون ذلك وجهت وحدات من الجيش رمايات دقيقة على مواقع انتشار تحرك آليات لإرهابي تنظيمي جبهة النصرة وداعش وقضت على عدد كبير منهم في ساحة الحلويات وشرق مصرف التسليف الشعبي في منطقة درع البلد وتدمير وإعطاب عدد من صهاريج الوقود لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة آبار الرشيدة شرق مدينة السويداء. وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية دمرت وحدات من الجيش سيارة للمجموعات الإرهابية كانت تتحرك على طريق جبات الخشب أوفانيا عند تل صاحي شمال خان أرنبة وقضت على عدد كبير منهم. أعربت روسيا عن قلقها الجدي إزاء عدوان القوات التركية وتشكيلات مسلحة مدعومة من قبلها على الأراضي السورية، داعية أنقرة إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات تقوض الوضع في سوريا. في ظل التمادي التركي في العدوان على سوريا، أصدرت الخارجية الروسية بياناً شديد اللهجة
وذلك بعد يومين من لقاء بوتين وأردوغان في بكين، أكدت فيه أن تصرفات النظام التركي تهدد السيادة السورية، وأن موقف دمشق الرافض للعدوان موقف عادل ومبرر من وجهة نظر القانون الدولي. ولفتت الخارجية الروسية إلى أن التدخل التركي في الأراضي السورية يجري دون تنسيق مع السلطات السورية الشرعية وبدون تفويض من مجلس الأمن الدولي، وبذلك توضع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها في خانة الشك. البيان الروسي الحاد اللهجة جاء بعد اكتشاف خداع أردوغان للتمدد شرقا بحجة محاربة داعش في الرقة، والتمدد غربا بحجة منع التواصل بين أبناء سوريا، كما جاء مترافقا مع اقتراب التوصل إلى اتفاق شامل بين الروس والأمريكيين حول سوريا، وإعلان المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن استمرار العمل لصياغة آلية مشتركة بشأن سوريا ستكون كفيلة بمحاربة الإرهاب والتسوية على حد سواء. سياسة الطعن بالظهر الأردوغانية لا تزال سياسة متبعة في أنقرة، وتحويل داعش بين ليلة وضحاها إلى جيش حر في جرابلس هي طعنة مكشوفة في الظهر تنبه إليها العالم، ولكن حلم أردوغان بإقامة ما يسمى منطقة عازلة لإرهابيه ومرتزقته بعد هزيمة الإرهاب في حلب بات حلما بعيد المنال، وبانتظار الاتفاق الروسي الأمريكي، فإن كل هؤلاء الأدوات سيعرفون أحجامهم وحقيقتهم، لتبقى الكلمة الفصل للشعب العربي السوري الذي هزم الإرهاب بصموده وتضحياته. الولايات المتحدة جددت رفضها دراسة الاقتراح الذي يطرحه النظام التركي بشكل متكرر حول إقامة ما تسمى مناطق آمنة في سوريا. وكالة أنباء الأناضول نقلت عن نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بن رودس قوله إن هذه الخطوة لا يمكن أن تحل القضايا الأساسية على الأرض. وقد أكدت الخارجية الروسية أن الخبراء الروس يواصلون العمل مع شركائهم الأمريكيين بغية صياغة آلية مشتركة بشأن سوريا ستكون كفيلة بمحاربة الإرهاب والتسوية السياسية على حد سواء. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت إن الهدف النهائي من هذه الآلية هو تحقيق تسوية متكاملة للأزمة في سوريا على أساس أحكام القانون الدولي والتي اتفق بشأنها المجتمع الدولي. وأوضحت أن اللقاءات بين الوزيرين سيرجي لافروف وجون كيري تركز على التنسيق بشأن المسائل الأكثر حدة وتعقيدا. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف اتفق خلال مكالمة هاتفية مع كيري على إجراء مباحثات حول الأزمة في سوريا بجنيف في 8 و9 من الشهر الجاري، وبحث الجانبان التفاصيل المتبقية من الاتفاقات بشأن التعاون الروسي الأمريكي في مكافحة الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا، إضافة إلى توسيع وصول المساعدات الإنسانية وأطلاق العملية السياسية بين الأطراف السورية. وقبيل لقاء بين الوزيرين لافروف وكيري في جنيف قال نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتشيلوف إننا لم نستبعد استئناف الحوار السوري في جنيف قريبا، ولكن ليس قبل نهاية شهر أيلول الجاري. وأضاف غاتشيلوف أنه منذ البداية دعينا إلى ضرورة استئناف مبكرا للجولة القادمة من المحادثات السورية، وما يحدث بين روسيا والولايات المتحدة سيسهم بطبيعة الحال في تسريع اتخاذ القرار من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا. وأوضح غاتشيلوف أن برنامج عمل مجلس الأمن الدولي لشهر أيلول الجاري مكتظ بسلسلة كاملة من الفعاليات حول الأزمة في سوريا. الساعة الإخبارية متواصلة معكم، وفيها سلطات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلا لمواطن سوري جولاني في تلة الريحانة قرب مجدل شمس وسط غضب شعبي عارم.
قم للعلا وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا. هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا. هذا زناد تناثرت نيرانه، حمما على الأعداء يصحبها الردى. لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى. سلطات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلا لمواطن سوري جولاني في تلة الريحانة قرب مجدل شمس وسط غضب شعبي عارم. التأكيد على قدسية حق العودة للشعب الفلسطيني في ختام فعاليات ملتقى العودة الفكري في دمشق. الاحتلال يعين في العدوان على قرى جنوب نابلس، والأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين إداريا أو تقديمهم للمحاكمة. أهلا بكم من جديد. فعاليات ملتقى العودة الفكري بعنوان سوريا وفلسطين نحو النصر والعودة تختتم وسط تأكيد على قدسية حق العودة للشعب الفلسطيني. اختتمت في مكتبة الأسد بدمشق فعاليات ملتقى العودة الفكري الذي استمر على مدار يومين، وذلك تحت عنوان سوريا وفلسطين معا نحو النصر والعودة. حق العودة اليوم نجده غائبا عن ذاكرة الشباب، ولا نجده يتداول حتى في وسائل الإعلام العربية. مع الأسف الشديد حتى مقاطعة الكيان الصهيوني، مقاطعة إسرائيل، نمحى من القرارات العربية، بينما ما زالت بعض الدول الغربية كفنزويلا مثلا حتى هذه اللحظة تقاطع البضائع الإسرائيلية. هذا الملتقى قيمته أنه يعقد في عاصمة المقاومة دمشق، يعقد في دمشق التي تواجه اليوم أعتى هجوم استعماري يتعرض له العالم العربي أو الوطن العربي منذ قرن. أين وصلنا في 3379؟ القرار ملغى كما نعلم، لكنه حي جدا على الأرض. آخر تجلياته هو الحديث الصهيوني المستمر عن يهودية الدولة. يهودية الدولة تعني أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. حاخام يهودي كبير يصف نفسه بأنه صهيوني يقول بأن القرار 3379 لو لم يصدر عام 1975 لكان من الواجب صدوره الآن. كانت تعبر هذه المحاضرات أمس واليوم عن حق العودة لأهلنا الفلسطينيين في الشتات وفي كل الدول العربية وفي العالم، وهذا الحق مكتسب وطبيعي ووطني، وكلنا نعتز بأن هذا الحق يجب أن نمارسه. يجب قبل أن نطالب بحق العودة الآن في هذه المرحلة الراهنة أن نطالب بحق العودة إلى ذاتنا، إلى نفسنا، إلى قيمنا وعاداتنا التي تربينا عليها، أن ننصر إخواننا في المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي كل أنحاء الوطن العربي. وجرى خلال اليوم الأخير من الفعالية تأكيد على أن المقاومة خيار، وأن الشعب السوري والفلسطيني اختارا المقاومة ضد كافة أشكال الاستعمار والاستبداد، وأنهما لن يحيدا عن هذا الطريق مهما تعالت الأصوات المناهضة لهم. وفي الجولان السوري المحتل أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على ارتكاب جريمة جديدة بهدم أحد المنازل في تلة الريحانة قرب مجدل شمس. التفاصيل مع مراسلنا عماد المراي. في سابقة هي الأولى من نوعها
أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على هدم منزل في مجدل شمس دون سابق إنذار، تعود ملكيته إلى السيد بسام إبراهيم، في حين أن القانون الدولي يحظر على سلطات الاحتلال المساس بملكية أبناء الجولان المحتل، حيث أن هذه الأرض عربية سورية. الاحتلال استخدم المئات من قواته الصهيونية مدججين بالعتاد والسلاح، وكان قد أدخل في وقت سابق آليات ثقيلة لم يلحظ أنها دخلت بمهمة للتمويه على عملية حصار البلدة ومنع الأهالي من الاستعداد لمواجهة قرار الهدم، حيث أنهم متواجدون في أعمالهم وأراضيهم لجني موسم التفاح. الأرض هذه أرضي والبيت هذا بيتي، وأنا بدي أرجع عمره بأقرب فرصة ممكنة، والأمور هذه مش راح تثنينا عن أي شغلة ثانية. هذا شيء مرفوض، مرفوض بشكل قاطع. يعني بده يرجع، بده يرجع ينبني ويرجع يتعمر من أول وجديد. هي أرض إلنا، لا رخص ما يعطونا ولا شيء ما يعطونا وبيهدموا. لا، هذا شيء مش مقبول. بدنا نرجع نعمر بدميتنا، عدميتنا بنرجع نعمر هالشيء. الأهل في الجولان أكدوا أن المحتل الصهيوني قد دخل بعملية بربرية تتعارض مع كل المواثيق والقوانين الدولية، وأن هدم المنزل لن يثنيهم عن موقفهم وانتمائهم للوطن الأم سوريا. ورغم كل الممارسات التعسفية إلا أنهم صامدون وسيعيدون بناء البيت من جديد. هو يدمر ونحن نبني، هو يدمر ونحن نبني، وهذا هو موقفنا الوطني، ولن نحيد عن هذا الموقف المشرف الذي نحن بقينا في هذه الأرض من أجل أرضنا وبيوتنا ومن أجل كرامتنا الوطنية، ونحن سنبقى إلى الأبد. والجولان عائد إن شاء الله قريبا بفضل قوة جيشنا العربي السوري. معركة جديدة أعلنها المحتل الصهيوني ضد الأهل في الجولان المحتل، وعلى ما يبدو أنه أول الغيث، فهو يستكمل خطة إقامة محمية طبيعية لمحاصرة الأهل في الجولان المحتل ومحاربة انتمائهم للوطن الأم سوريا. لا جديد في ممارسات الاحتلال، فمن اغتصب أرضا لعشرات السنين وهجر أهلها وارتكب المجازر لن يخجل من هدم منزل من جديد. للإخبارية السورية عماد المرعي، الجولان السوري المحتل. وفي فلسطين المحتلة تستمر معاناة أهالي قرى جنوب نابلس التي تتعرض للإغلاق لليوم الخامس على التوالي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما طالبت الأمم المتحدة حكومة الاحتلال بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين إداريا أو تقديمهم للمحاكمة. ثكنة عسكرية، جنود منتشرون بكثافة، عرقلة للمواطنين، هذا ما تبدو عليه قرى جنوبي نابلس عامة وبلدة حوار خاصة بعد كل عملية إغلاق تقوم بها قوات الاحتلال بوضع سواتر ترابية وأخرى أسمنتية. مواطنون يجتازونها بشق الأنفس، ينتقلون من حافلة إلى أخرى لعلهم يدركون مواعيد عملهم. هذه المعاناة طالت قرى جنوبي نابلس اليوم الخامس على التوالي عندما أغلقت قوات الاحتلال كافة المداخل الفرعية التي تصل إلى بلدة حوارة. الإغلاقات التي تتعرض لها بلدة حوارة بين الحين والآخر ترتبط بشكل غير مباشر مع المشروع الاستيطاني الصهيوني بربط شمال الضفة الفلسطينية بجنوبها كي تؤمن الطرق لحركة المستوطنين إلى المستوطنات. تطورات تأتي في وقت تتسع فيه رقعة التضامن مع الحركة الأسيرة المناضلة. وفي هذا الإطار طالبت الأمم المتحدة حكومة الاحتلال الصهيوني بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين إداريا أو تقديمهم للمحاكمة. نطالب إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين من الفلسطينيين أو محاكمتهم وفقا للتشريعات القانونية. أسرى اللمعة الخاوية يجسدون بإضرابهم عن الطعام ثقافة عنوانها مقاومة الاحتلال في السجون، والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لحالة الاشتباك اليومي والمواجهة المباشرة مع الاحتلال خارج السجون. حصدت آلة الحرب السعودية المجرمة أرواح عددا من المدنيين بينهم طفل، فيما رد الجيش اليمني بتدمير أطقم عسكرية سعودية وآليتين واستهداف عدد من المواقع لقوات النظام السعودي. قصف صاروخي وغارات جديدة لطائرات النظام السعودي على الشعب اليمني، قتيلان يمنيان أحدهما طفل وأربعة جرحى في عدوان طال محافظتي صعدة والحديدة.
مصدر يمني في صعدة قال إن الطفل الشهيد والجرحى الأربعة سقطوا جراء قصف صاروخي وجوي استهدف منازل المواطنين بمديرية رازح الحدودية. عدوان جوي مماثل على مديرية الخوخة في الحديدة أسفر عن مقتل مواطن، ليكون الشعب اليمني رقما في معادلة القتل السعودية بالجملة للأبرياء. طيران النظام السعودي شن غارة على مدرسة في منطقة آل صلاح بمديرية صحار ما أدى إلى تدميرها، إضافة إلى غارتين على وادي الجبل بمديرية باقم وأكثر من 130 غارة على مناطق أخرى حصيلتها المزيد من الدمار والخراب. وردا على اعتداءات النظام السعودي، دمر الجيش اليمني 4 أطقم عسكرية سعودية في شرق معسكر العين الحارة وآليتين سعوديتين خلف موقع الكرس بالخوبة بقطاع جيزانة، كما استهدف بصواريخ كاتيوشا تجمعات لقوات النظام السعودي في موقع أبو مضى بالطوال. وقصف الجيش اليمني ولجان الشعبية تجمعا لمرتزقة النظام السعودي في موقع الشرفة وشرق الشرفة ورقابة الفواز، واستهدف بصواريخ كاتيوشا تجمعات للآليات السعودية والمرتزقة غرب موقع الفواز وخلف موقع السديس وموقع الحمر في نجران، وسط تكتم النظام السعودي على حجم الخسائر الناجمة عن القصف على مواقعه. الساعة متواصلة وفيها بعد الفاصل. خامنئي يقول إن النظام السعودي أثبت خلال حادثة ميناء أن هذه الشجرة الخبيثة الملعونة غير مؤهلة لإدارة الحرمين الشريفين. خامنئي يقول إن النظام السعودي أثبت خلال حادثة ميناء أن هذه الشجرة الخبيثة الملعونة غير مؤهلة لإدارة الحرمين الشريفين. سلطات النظام التركي تفصل 73 عسكريا وحملاتها القمعية تطال وسائل الأعلام والصحفيين. أزمة بين الغرب وروسيا على خلفية توسيع وتمديد العقوبات الاقتصادية على موسكو. أهلا بكم من جديد. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن النظام السعودي وحكام السعودية أثبتوا خلال حادثة ميناء مرة أخرى أن هذه الشجرة الخبيثة الملعونة غير مؤهلة لإدارة الحرمين الشريفين. النظام السعودي غير مؤهل لإدارة الحرمين الشريفين،
وهو مسؤول بشكل مباشر عن حادث التدافع العام الماضي في ميناء أثناء موسم الحج. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي خلال استقباله عائلات ضحايا التدافع، وأضاف أن حكام السعودية أثبتوا خلال تلك الحادثة التي أودت بحياة المئات معظمهم إيرانيون أن من وصفها بالشجرة الخبيثة الملعونة غير مؤهلة لإدارة الحرمين الشريفين، كما أنهم لم يقدموا حتى اعتذارا شفهيا للمسلمين عن تلك الكارثة، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق باعتبارها من أهم مسؤوليات الدولة الإسلامية والمعنيين بحقوق الإنسان. وأضاف خامنئي أن رفض النظام السعودي الاعتذار يمثل ذروة العجرفة وقمة الصلافة، وحتى لو لم يكن الحادث متعمدا فإن سوء التدبير وعدم الأهلية هي جريمة بحد ذاتها. وقال خامنئي أن النظام السعودي المدعوم من الولايات المتحدة وقف بوجه المسلمين وأراق دماء العرب الأبرياء في سوريا واليمن والبحرين والعراق، خلافا لما تروج له وسائل الإعلام الغربية الخبيثة. أعلنت سلطات النظام التركي فصل 73 عسكريا من قيادة القوات الجوية التركية بحجة محاولة الانقلاب الأخيرة في البلاد، ولم تتوقف الحملة على العسكريين بل شملت أيضا وسائل الإعلام والصحفيين. بالتوازي مع استمرار سلطات أردوغان بعمليات الاعتقال والعزل في صفوف المؤسسة العسكرية وموظفي الدولة، مزيد من الاعتقالات في صفوف الصحفيين وبلطجة على وسائل الإعلام، والديمقراطية المزعومة تدفع بأشهر الفنانين الأتراك لمغادرة البلاد. سلطات النظام التركي منعت محطة دوتشي فيل الألمانية من بث مقابلة أجرتها مع وزير الرياضة التركية، وصادرت التسجيل بحجة أن المراسل تجاوز حدوده في اللقاء. كما اعتقلت صحفي ياوز سليم ديميراغ في صحيفة ياني شفاق لمجرد كتابته مقالاً يتحدث فيه عن تغلغل جماعة فتح الله جولان داخل المؤسسة العسكرية. وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت قبل يومين أيضا صحفيين اثنين من صحيفة بيرغون ورئيس تحرير صحيفة تورك سولو ومعه ثلاثة آخرين بتهمة الانتماء لتنظيم فتح الله جولان. حتى المطربون والممثلون لم يسلموا من آلة الاعتقال التركية. الأنباء الخطيرة عن تعرض الصحفيات فنانات المعتقلات لشتى أنواع التعذيب في السجون التركية دفعت نوابا في حزب الشعب الجمهوري وقيادات في جمعيات حقوق الإنسان لزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم. تركيا لم تعد المكان الآمن للفنانين الأتراك، فبعد اعتقال المطرب التركي المعروف أتيلا طاش والفنانة دينيز سيكي بالتهمة المعتادة وهي الانتماء لتنظيم جولان، سلطات أردوغان تتابع تضييق الخناق على الفنانين، الأمر الذي دفع بالعديد منهم لمغادرة البلاد، وهو ما أعلن عنه المطرب التركي المشهور فولكان كوناك الذي أكد أنه سيغادر تركيا لضمان مستقبله ومستقبل عائلته. فيما وسعت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا، وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد حزمة العقوبات لمدة 6 أشهر أخرى. سرعت روسيا إلى الرد وأكدت أن هذا الإجراء لا يساعد على تطوير العلاقات الثنائية. تقرير وعد محمد. أكد الكريملين أن توسيع واشنطن للعقوبات ضد روسيا يتناقض مع نقاط التعاون بين البلدين التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما على هامش قمة 20 في الصين. الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صوتوا بتمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على أشخاص وشركات روسية وعلى جمهوريتي دانيسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا المعلنتين من جانب واحد لمدة 6 أشهر. هذه العقوبات تحظر دخول 146 شخصية روسية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، كما تجمد ممتلكاتهم وتجمد أصول 37 مؤسسة. الولايات المتحدة بدورها وسعت قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا، حيث ضمت وزارة التجارة الأمريكية 11 شركة روسية جديدة إلى قائمة العقوبات، ليصبح تعداد القائمة 81 مؤسسة، منها شركات في الهند وهونغ كونغ. وتستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي
في لعب سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا منذ آذار عام 2014 إثر موقفها من الأزمة الأوكرانية. ووصفت روسيا تلك العقوبات بالجائرة وردت عليها بعقوبات مماثلة ألحقت بالدول الأوروبية خسائر تجاوزت 40 مليار يورو. محطتنا الأخيرة في هذه الساعة تتعلق بجهود الحكومة لتحسين واقع المياه، حيث أكد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن خلال اجتماع مع محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم، أكد أهمية تدعيم المشاريع المائية القائمة في محافظة ريف دمشق والإسراع بالانتهاء منها قبل البدء بمشاريع جديدة. بحث وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم الواقع المائي في المحافظة، وذلك في اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، حيث جرى استعراض المشاريع قيد التنفيذ والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها. أكد الوزير الحسن خلال الاجتماع على أهمية تدعيم المشاريع القائمة والإسراع بالانتهاء منها قبل البدء بمشاريع جديدة والعمل على إيجاد حلول جذرية لاختناقات مياه الشرب في مناطق معربة وصحنايا وقطنة وجديدة عرطوز والكسوة، مشيرا لضرورة إصلاح واستبدال الشبكات القديمة بغية تقليل الفاقد المائي وزيادة كميات المياه المطروحة في الشبكة. كما شدد الوزير على تفعيل دور الضابطة المائية في قمع التعديات على الشبكة وإزالة المخالفات، بالإضافة للعمل على تحسين واقع الجباية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات والفعاليات الشعبية لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سير العمل. من جهته أثنى محافظ ريف دمشق على الدور الذي تقوم به الوزارة والجهود المبذولة في إطار مواجهة نقص المياه الحاصل في بعض مناطق ريف دمشق في ظل الطلب المتزايد على المياه وزيادة عدد الوافدين للمحافظة، مبديا استعداده التام للتنسيق والتعاون مع الوزارة والمتابعة مع الجهات المنفذة لاستكمال المشاريع المتوقفة. تذكيرا بالعناوين: برعاية وحضور السيدة أسماء الأسد تخريج 33 طالبا من طلاب البرامج الأكاديمية لهيئة التميز والإبداع. القضاء على عشرات الإرهابيين في ضربات للجيش على عدة محاور. روسيا تدعو تركيا إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات تقوض الوضع في سوريا، ولقاء بين لافروف وكيري غدا في جنيف. سلطات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلا لمواطن سوري جولاني في تلة الريحانة قرب مجدل شمس وسط غضب شعبي عارم. التأكيد على قدسية حق العودة للشعب الفلسطيني في ختام فعاليات ملتقى العودة الفكري في دمشق. الاحتلال يمعن في العدوان على قرى جنوب نابلس، والأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين إداريا أو تقديمهم للمحاكمة. ختام ساعتنا الإخبارية مشاهدينا، كل الشكر لكم أينما كنتم على طيب المتابعة. في أمان الله.